Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. مجموعة أنا بشرب حمض الهايرولينيك أسيد، الهايرولينيك فيكتور فيتامين. كده ما شفت عليها مادة تحمست صراحة أطلبها. هذا الكريم، هذا السيريوم، هذا التونر، وهذه الأمبولات. الحجم صراحة كبير. تغليف ان شاء الله تبارك الرحمن متقن. هذا الكريم، هذا السيريوم، وهذا التونر. وهذه الأمبولات. صراحة مجموعة كاملة متكاملة تحتاجين فقط الغسول. تشترين غسول خارجي وخلاص تعتمدينها. تونر، هذا بالنهار تونر والكريم والسيريوم، وعند النوم تقدرين تعود تستخدمين تونر وتحطين الأمبولات. أمبولات تستخدمينها بالإبرة أو كذا تكسرين منها وتأخذين. حي الله جميع أصدقائي وزملائي، وحي الله السيدات والرجال. حتى أقول يا عمري،
في مؤتمر ان افضل الاقسام التشكيليه. شاركت الاستاذ سبحان الله يكون في وليد اللحظه على انتهاز الفرق. يعني الجامعه كانت في محفزين. كان لما يعطوني كانوا يرسموا زي كذا كان يشدوا الموضوع. كان درس حتى في التمثيل الاشياء اللي مو تجاريه. انت بالشغف والطاقه والحماس حابه تجيبي الرسم. كنت جدا فخورة باختي حبيبة قلبي الله يوفقها يا رب. راح احط حسابها بصندوق الوصف او اول تعليق مثبت الانستغرام اللي بيتواصل معاها. نورا ارتست تستقبل ورش تدريبية تعليمية تدريب شخصي. اذا طلبتوا منها رسم ترسم لكم وترسله لكم طبعا بالمبالغ معينة على حسب الاتفاق معاها. فاللي حاب يتواصل معاها عن طريق الانستغرام دايركت خاص وراح تتواصل معاكم. بتوفيق لك يا اختي الجميله. خطاطين شعار يعني كل فنون التقاطير اللي صار بمر عليها بحور وبحور حتى نرجع للدائره الجديد. بالنسبه مثل ما ذكرت على الاستاذ نور وعلى نفسي انا حاول ارتب وقتي اوزن بين الشغل وبين دوره لان هذه مثل ألف مبروك. هذه هدية المولودة بنت ولد عمتنا فرايحة هديها هدية وخلوكم معي. ممكن أصور لكم الاستقبال ممكن لا. ألف مبروك ما جبتي. كتبت هذه بعدين استوعبت أنه عندي كارت مكتوب عليه ألف مبروك البيبي أو المولودة. هنا ثاني يوم بعد الاستقبال. صراحة كانت نفسيتي شوي مش ولا بد فقمت رتبت البيت سويت بخور سويت كيكة وجهزت الأوضاع. سبحان الله العظيم البخور والعطور تعدل النفسية 180 درجة أتوقع لأننا متعودين أننا نتبخر ونتعطر في الأعياد في المناسبات في الفرح. فلما نبخر تسترجع الذاكرة فتكون لحظات سعيدة فنرجع نسعد. اللهم لك الحمد. الله يديم علينا هذا الشعور الحلو مع البخور. فقلت أشارككم التقديم بما أني سويت تقديم سويت كيكة فقلت أبغى أصور لكم مرة واحدة عشان أنزلها لكم. الكيكة كانت كيكة العلالي بالفانيليا. هنا كان لينا يوم ضحكة هنا مشينا سوا سكة هنا عشنا ببراي حكاوي كتير كان يا مكان أشربنا بالسنين عايشة مهما نروح لفين مهما تسرقنا الليالي لسه بنحس بحنين لسه لما بتيجي لما ننسى أي حاجات مهمة والحكاوي تغني بينا تبقى سهرة يا ليل يا عين هنا كان لينا
لينا يوم ضحكة هنا مشينا سوا سكة هنا عشنا ببراي حكاوي كتير وكان يا مكان أشربنا بالسنين عايشة مهما نروح لفين مهما تسرقنا الليالي لسه بنحس بحنين لسه لما بتيجي لما ننسى أي حاجات مهمة صباح الخير من جديد رح تستمعك سخبية وعادية أعرض عليكم هذا تشوز عذر من أطلب شيء الماركة مدحت لي أختي ماركة بس صراحة قيمتها مرة مرتفعة فأنتظر أن يصير عليها تخفيض عشان أطلبها وأديداس ونايك والماركة اللي قالتها لي نسيت شنو اسم الماركة اللي قالت لي بس كذا أسعارها الشوز بلف وزيادة فقلت أنتظر لين يجي راح أتبع معك فبيكم أنت يجي عليها تخصم وأطلبها هذا الطقم من ستي ماكس هذه البلوزة كنت باخذ فسفورية بس فسفورية لها أكمام بس طقم جاية يعني تنسقينها بس شفافة يكون تحتها هذا البديل فشكلي برجع أطلبها لأن هذا مناسب مع هذا مناسب بس صاير فاتح شوي فسفوري البلوزة الثانية اللي أكمامها طويلة نسخة نفس هذا اللون فمن فوق أنا أخذ دائما سمول أخذت البلايز سمول ومن تحت أخذ أكبر ميديم وهذا الشوز كذا بسيط وناعم أبيض وسهل خذت بدون حبال عشان يصير سهل وهذه خذيت شرابات مجموعة لازم على النادي شرابات خذيت هذه المطارة أعطيني ماما الرومي استحلتها خذيت هذه كأني يعني خذيت كبيرة والله تصدقوني ما انتبهت انها موف نفسهم للحين وهذه الشنطة اللي ناوي احجيها المطارة وعباتي ما ياخذها معي جتني هدية صراحة من شيئا لين اشتري عاد فحسيت تناسب نفس اللون تقريبا الفسفوري اللي في اللبس هذه موف الله تعال نجهز للنادي مع بعض خذيت هذه اللي كمان تجي فيها كذا حركة عشان تمسك يا زنود مع الرياضة وقصة سمول بشوف عاد ألبس هذه مع هذه أو هذه مع هذه شكلي ماشي برجع أجيب اللون اللي نفس هذا عشان يعكس آخر شيء حركت 121 سعرة كأنها سعرات كتكات وطلعت من نادي وسيدة على الكوفي والمطعم أنا وصحباتي متفقين نجتمع طبعا اللهم لك الحمد هذيل صحبات الثانوي اللهم لك الحمد من 22 سنة وإن على تواصل الله يديمها من محبة وصحبة صالحة وصداقة دائما طول العمر بدون مشاكل بدون زعل اللهم لك الحمد طلعت من الاجتماع مرة بطاقة ونفسية إيجابية قلوبنا على بعض حابين بعض مشتاقين لبعض اللهم لك الحمد صح نبطي ما نشوف بعض بس لما نشوف بعض تاخذنا السوالف والوناسة وسعة الصدر طلبنا مشاوي وتعشينا وانبسطنا كنت توني جاي من النادي ميتة جوع رايحة ما أفطرت فقلت لهم لا لازم نتعشى وناكل فتعشينا وطبعا فكينا صحن الكباب والأوصال والفكتي ما عجبتني قلت لا أخلوا الشيف اللي جاية تقدم لنا الووتر هي اللي تفك لنا فعلا لما فكتها مرة فكتها مرتبة قلت صدق عط الخبز خبازة فرق عن فتحتنا احنا كيف فتحناها
المهم مالكم في الطويلة، خذينا كوفي لافية بما أنها مغلقة وإحنا مشتاقين لبعض ونبي نشوف بعض نبي ناخذ راحتنا، فدخلنا بغرفة مغلقة واللي تقدم لنا بنت، فمرة اللهم لك الحمد كنا ماخذين راحتنا. تقييم الأكل لذيذ لذيذ لذيذ، الفتشيني، الكباب، السلطات، المتبلات 10 من 10، والحلا والقهوة 10 من 10. اللي بيروح يتعشى فيه روح يجرب، ما راح يخسر شيء. لذيذ أكلهم ما شاء الله تبارك الرحمن. Let's make a promise to be best friends forever. Friends forever. Year by year. Upon this we will always swear. هذه غرفة في آي بي الدور الثاني، تقدرون تاخذون غرفتين جنب بعض إذا عددكم كبير تفتحون على بعض، أو تقدرون تاخذون غرفة واحدة. هذه في آي بي مرة جميلة، بس هذي بعد الشماعات نار في مقتل عارف. أهلا بنات، كيفكم؟ صباح الخير. سويت معاكم هذا الشروب، مشروب الشمندر، لأني صراحة صار عندي أنيميا، قالت الدكتورة صار لي أخذي أبر حديد. قلت لها قبل فترة ما أخذها، تقريبا قبل كم شهر، 3 شهور أو 6 شهور والله أني ناسية، بس كنت أحس بصداع فظيع يمسكني ويعطل حياتي، قالوا أنه بسبب فقر الدم، فصرت أخذ إبر حديد. أخذت كورس كامل، وطبعا كان عندي تأمين لأن إبر الحديد مرة غالية، فلما خلصت الكورس ارتفع، كان عندي تقريبا والله اني ناسي بس انه نازل ممكن 8 أو 7 كان الدم، فارتفع تقريبا لين 10. الحين لما رجعت سويت تحاليل لاني احس باوجاع والام والام في عظامي، حتى سويت تحليل للروماتيزيوم، قالت لا عندك فقر دم حاد انه 10. قلت 10 ترى يعتبر الحمد لله مره كويس، تقول لا لازم تاخذين كورس ثاني من ابر الحديد، المفروض الحديد فوق 12 وزيادة أتوقع. فقلت قالت أو حبوب، بس الحبوب مفعولها بطيء وبتقعد معاك يلا يبين نتيجتها بعد 3 شهور، فقلت راح أخذ حبوب إن شاء الله، وأخذ أشياء طبيعية، زبيب أسود، شمندر، الأشياء اللي ترفع الحديد، عصائر خضرة، جرجير وكذا. بس إنه المستشفيات الحكومية ما تصرف لنا إبر حديد إلا لما تكون الحالة حرجة أتوقع، لأن تكون الحالة مستوى الدم 2 أو 3 أو 4 أتوقع هنا تصرف، لأني حتى وأنا حامل إذا رحت لهم والدم عندي منخفض مرة يصير 7 6 ما يعطوني إبر حديد المستشفى الحكومي. مرة ربي سخرهم لي وعطتني دكتورة حكومي في بنتي إبر حديد، والله يسعدها كانت أسهل ولادة علي، يعني حرفيا ارتفاع معدل الحديد وقت الولادة يفرق 180 درجة، يكون فيك طاقة للدفع وقوة يسهل عملية الولادة، انخفاض الحديد يعني حرفيا اللي حامل تسعى أنها تعدل حديدها بأي شكل. كنت اخذ كل شيء يرفع الحديد، انا اللي ناقص عندي مخزون الحديد اتوقع، فهو المخزون الحديد عندي ما يرتفع، فسوت لي تحليل الدكتوره قالت انت من الحالات النادره اللي ما جسمك ما يمتص الحديد، لاني قلت لها اخذ عصائر واخذ حبوب واخذ عصير شمندر واكل زبيب منقوع اسود، يعني علمتها كل الأشياء اللي أسويها اللي قاعدة أرفع فيها معدل الحديد ولا ارتفع، يعني كان فيني أنيميا حادة مع الحمل، وكتبت لي هالإبر الحديد وفعلا ارتفعت الحمد لله، كانت أسهل ولادة عندي. بنتي الأخيرة رفضوا يعطوني إبر حديد، ولا سبحان الله أخذتها، كنت بأخذها من على حسابي الخاص ولا أخذتها، ما تيسرت، فكانت صعبة حرفيا ولادة بنتي الأخيرة كأنها ولادة بنتي البكر، حرفيا صعبة.
فمرة اللي حامل أو دائما فيها خمول وما فيها طاقة تحاول ترفع معدل الدم الحديد عندها، إذا تقدر تاخذ أوبر تاخذ مرة تفرقين نفسك في الطاقة في الحيوية في الخفة في النشاط. نفس الشيء صار عندي بيف نعش نازل مرة، عشان كذا فيني ألم في عظامي حرارة. أنا اللي خلاني أروح الحرارة اللي في عظامي وكتمي كذا تجيني قوية ما عاد أقدر أخذ نفس، فصار معدل الكوليسترول مرتفع جدا واصل لحالة خطرة، مع أني سبحان الله العظيم يعني جسمي يعتبر جسم يعني وسط عادي، وزني وسط على طولي يعني مناسب، يعني لو عشان أوصل الوزن المثالي أحتاج أنقص 5 كيلو 6 كيلو بس، فمع كذا سبحان الله الكوليسترول مرتفع عندي جدا واصل حالة الخطورة. فقالت سوي دايت وسوي رياضة، ففعلا سجلت في النادي ودخلت مثل ما شفتوا، ما أدري بس أنزل لكم مقطع الدايت قبل أو هذا المقطع قبل، معلش مقطع النادي ما أدري بنزله قبل أو هذا المقطع قبل. فدخلت نادي عشان أشجع نفسي أرجع الرياضة، لأن حرفيا في البيت ما عاد فيني طاقة أرجع للرياضة. كنت أتدرب يعني في البيت مع أحد كوتشين وكوتش سارة وأتدرب معهم، حرفيا ما عاد قدرت، حاولت ما عاد قدرت، ما عاد انفتحت نفسي. فسجلت نادي لعل وعسى إن شاء الله ترجع لي الطاقة ويرجع لي الشغف للرياضة، وإن يكون عندي مستوى لياقة عالي، أنا أسعى لللياقة أكثر من أني أسعى لإنقاص الوزن، لأن اللهم لك الحمد الحمد لله جسمي يعتبر الحمد لله جسم حلو متناسق، بس لو نقصت 5 6 كيلو بعد الحمد لله بيكون بيرفكت، وإذا ما نقصت أهم شيء أرفع معدل اللياقة. بس والله حبيت أقدم لكم هذه النصائح عشان تحصون أنكم ترفعون معدل الحديد، تعززون المناعة بالعصيرات، تعززون تحسين يعني مستوى الدم إنه يمتاز. بس والله راح اطبخ ان شاء الله السنة ممشو بالفرن، وهذه راح اقليها بالزيت نفس طريقة امي الله عافيها تطول بعمرها يا رب. إلى ثلث ساعة تلذذوا بألذ السلمون جنن. طبعا لأني عرفت إن السلمون والكويس اللي فيه كوليسترول وزيت زيتون مفروض أستخدم بدال الزبدة، بس ما كان عندي،
وراح أجيب الأشياء كلها اللي تخفض الكوليسترول، والله يعافينا وياكم يا رب. هذا يجنني سمك الفيليه ياخذ العقل، قد مره سويته ما عجبني يعني في الفرن عجبني اكثر، مره سويته مقلي حسيت دهونه ثقيل. هذه السلطه